هذه الملامح. طبعاً في الإخلاف على رغم الكيانات السياسية وعلى رغم قربه من بلاد اليمن، لكن لم تكن هناك مدارس. الكيانات السياسية التي قامت أسر الشديد لم تنشئ مدرسة إلا مدارس كانت يعني خاصة وعلى نمط قديم. الشيء الأبرز هنا هو الجوامع. الجوامع في حواضر العلم في الإخلاف السليماني أدت وظيفة كبيرة، وتعرفونها وظيفة الجوامع في الحضارة الإسلامية وفي الحركة العلمية بالذات. من أوائل هذه الجوامع التي أشارت إليها المصادر جامع مدينة عثر، وهي عاصمة الإخلاف السليماني منذ القرن الثالث الهجري. هذا الجامع أشار إليه المقدسي وذكر بأنه جامع عظيم. وعندما رجعت إلى بعض كتب الأنساب وغيرها كالسمعاني وكابن الأثيري في اللباب وغيره وياقوت في معجمه، وجدت أنهم ينسبون إليها مجموعة من المحدثين. أذكر منهم أبو العباس أحمد ابن الحسن ابن علي الحارثي العتيلي، كان من المحدثين في جامع عثر، وذكروا أنهم قد رووا عنه، وإن كانوا قد رووا عنه بعض الحديث الضعيف، رووا عنه من ضمن من روى عنه هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي، من هؤلاء العلماء الذين جلسوا في جامع عثر، أخشى من سطوة في قلبه وورقته، في جامع عثر يوسف بن إبراهيم العثري، وهو أحد تلامذة عبد الرزاق الصنعاني. أيضا من ضمن الجوامع التي أدت خدمة كبيرة وفيها حلقات علمية جامع جازان العليا، وهي العاصمة الثانية التي عقبت عثر بعد أن اندثرت، فكان جامعها الذي ذكره صاحب العقيق اليماني وغيرهم كان أيضا جامعا كبيرا، وأشار إليه العمودي في اللامع اليماني وغيرهم، كان جامعا كبيرا فيه حلقات التدريس. هناك مجموعة أيضا من الجوامع كجامع الشريف حمود الخيرات في أبي عليش، وجامع ضمد، وجامع صبيا، حتى يكاد يكون لكل حاضرة من الحواضر جامع أدى يعني دورا كبيرا في هذه الحركة العلمية. أشير أيضا من جانب آخر مهم لملمح آخر، وهو وجود الخزانات، خزانات الكتب، واهتمام بعض الأمراء والعلماء بإنشاء خزانات خاصة بهذه الكتب. أسرد بعض منها على عجالة. من أوائل من أشرت إليهم المصادر الأمير أحمد بن دري بن خالد القطبي، الذي وصف خزانته ابن الديبع وغيره بأن فيها نفائس الكتب، وذهبت هذه الخزانة أدراج الرياح عندما هاجم جازان في سنة 882 أمير مكة أو شريف مكة محمد بن بركات، فدمر المدينة وقلعتها ونهبت هذه الخزانة وضاع ما ضاع منها. من هؤلاء في القرن الثالث عشر من أمراء الحسين بن علي بن حيدر، توفي سنة 1272، وهو أحد أمراء الخيرات، كان كما يقول عاكش مدمنا على مطالعة الكتب العلمية، وأنشأ مكتبة أو خزانة كتب ضمت مجموعة من المخطوطات. قال عاكش كان له حرص على جمع الكتب ويبالغ في أثمانها حتى أصبحت خزانة كتبه من أشهر الخزانات الخاصة، واجتمعت لديه كتب نفيسة قل أن تجتمع لأحد غيره، وكانت له عناية خاصة بمخطوطات كتب ابن تيمية شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. أيضا من هؤلاء الوزراء الحسن بن خالد الحازمي وزير حمود آل خيرات، الذي عاش ما بين سنتين 1188-1234، أيضا كان لديه خزانة من المخطوطات. قال عادش كانت تجلب إليها المخطوطات أو الكتب من كل جهة حتى جمعت كل نفيس من الكتب العلمية. هناك أيضا بعض من مكتبات العلماء من هؤلاء عبد الله بن عبد الباقي النزيلي الحكمي، جمع من الكتب خزانة سنية كما ذكر الحموي في فوائد الارتحال في القسم الثالث ورقة 35. مكتبات العاش، مكتبة الفقيه محسن بن محمد السبعي
توفى سنة 1259، وهو أحد فقهاء صبية بالمغلاق، وصفها قاكش بأن فيها نفائس من كتب الحديث والتفسير والفقه قل أن توجد عند غيره. من أوائل المهتمين أيضا كذلك أشار وذكر ذلك الأهل في تحفة الزمن الفقيه أحمد بن محمد الرديني الذري الذي عاش في القرن التاسع الهجري، وهو من أشراف صلهبة. ذكر الأهدل في تحفة الزمن أنه كان شغوفا بتحصيل الكتب وجمع قدرا كبيرا، وغمت خزانته مجموعة من الكتب في فنون عدة كالحديث والفقه والتفسير وغير ذلك. مكتبة العلامة حسن البهتري وغيرها من المكتبات